قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة سميع الدعاء فنادته الملائكة
المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.